اخبار معانا وبتتكلم عن ان الفريق خلاص بكره هيدخل معسكر مغلق. احنا عارفين النهارده كان في تدريبات وامبارح كان في كمان تدريبات، دلوقتي كمان في مران ابتدى الساعه 10 بالتحديد مساء. مران كان مهم جدا وده من ضمن التدريبات الهامه قبل مباراه انبي، واكيد كمان شويه هيكون معانا مراسل قناه الاهلي هناك في استاد مختار التتش، هو زميلنا العزيز شريف شعبان، عشان نطمن منه على كل الكواليس الخاصه بالفريق. فبالتالي ده تدريب هيكون او كان مهم النهارده او خلال اللحظات دي، التدريب بيجرى في الحقيقه يعني، وبكره ان شاء الله هيكون في المران الاخير بالنسبه للفريق، واللي هيستقر من خلاله مستر لاسارتي على القائمه اللي هيتم استدعائها لمباراه يوم الخميس القادم ان شاء الله امام انبي. بالتالي التدريبات كلها مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يواصل انتصاراته بعد ما فاز في المباراه الاخيره بهدف للانجولي جيرالدو، هدف كان مهم جدا في الدقيقه 98 97 98 99 الدقيقه 100 مش مهم، المهم النادي الاهلي جاب جون وكسب هذه المباراه. لان يعني في الحقيقه في جدل كبير جدا على توقيت الهدف والحكم ومش الحكم. انا بطلب من كل جمهور النادي الاهلي ان انت ما تركزش مع اي حد ممكن يكون بيركز او بيتكلم عن ان النادي الاهلي بيجيب اهداف في اوقات متاخره وان الحكام بيساعدوا والحكام مش بيساعدوا. احنا يا جماعه لو شفنا على مدار الموسم ده كم الاخطاء اللي تعرض ليها النادي الاهلي او كم السلبيات اللي شهدها النادي الاهلي خلال المباريات بسبب اداء التحكيم، هنلاقيهم كتير جدا جدا جدا. في المقابل النادي الاهلي ما استفادش من التحكيم اطلاقا هذا الموسم، حتى لو استفاد وده شيء وارد على كل الفرق، تبقى حاجات طفيفه جدا واكيد غير مقصوده، واكيد الاخطاء كمان تعرض ليها النادي الاهلي خلال المباريات بالنسبه للحكام اكيد اخطاء ايضا غير مقصوده. لكن مطلوب من جمهور النادي الاهلي انك ما تركزش مين قال ومين عاد ومين قال لك لا ده الحكم ده مش عارف ايه وازاي مش ازاي يصفر في الدقيقه 98 وهم كانوا 7 دقائق بس وما بينسوا خالص ان في حد وقع في اول دقيقتين من الوقت بدل ضايع. انت ركز بس في ان الفريق كسب النهارده، احنا عايزين ايه؟ الاهلي يكسب. لعب مباراه كسب في الدقيقه الاولى بقى الدقيقه ال 50 الدقيقه ال 70 الدقيقه 100 مش مشكله، حتى لو بعد الماتش ما يخلص. المهم ودي سمه من سمات النادي الاهلي في الحقيقه ان هو بيستنى لغايه الاخر خالص، بيفضل ينافس ويفضل يحارب في ارضيه الملعب عشان يحرز هدف يكون هام بالنسبه له، وده شفناه بشكل كبير جدا على مدار طبعا السنوات الماضيه او سنوات كثيره في تاريخ النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله.